السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم فيديو جديد من قناة ميكس كروشيه. النهاردة جايبة لكم شنطة طلبت مني كتير جدا. الشنطة دي سهلة جدا وبسيطة ومتعددة الاستخدامات، ممكن تشيليها كيد او كروس او كمان شنطة للظهر. تعالوا بقى افرجكم عليها. شايفين كده قد ايه جميلة، شيك جدا. عملت هنا جيب سوستة وعملت البادج ده. طبعا انت هنا ممكن تزيني باي حاجة، باي توكة او اي حاجة، مش شرط حاجة زي دي، تمام بالشكل ده. وعملت الهيات هنا، ممكن تركبي دراعات وتشيليها كباك. شنطة واسعة جدا وجميلة. نفتح كده نشوفها من جوه. شايفين شايفين يلا نشوف بقى نشتغلها ازاي. بس قبل ما نروح ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وكل فيديو بنزله تكوني كمان مميزة معي. ويلا بينا نشوف هنشتغلها ازاي. يلا نبدأ. انا هبدأ معاكم بخيط السلسلة وهستخدم ابرة رقم 3.5، تقدري تستخدمي ابرة رقم 4 أو 4.5 على حسب ما تحب، تمام مش اكتر من كده، عشان عايزين الشنطة بتاعتنا تكون متماسكة وماسكة نفسها، ما نحتاجش ان احنا ندعمها ببوري او اي حاجة تانية، تمام. احنا دلوقتي هنشتغل 32 سلسلة كده، 1. انا كده اشتغلت 32 سلسلة. في ملحوظة عايزة اقولها، بعد ما بتخلصي السلسلة بتاعتك تشتيها كده تخليها تاخد راحتها، تمام. طيب احنا دلوقتي هنقيس السلسلة بتاعتنا نشوفها طولها قد ايه. يبقى احنا عرفنا اشتغلنا 32 سلسلة، وبرضو هقيسها معاكم بالسنتي. نبدأ نقيس كده بالسنتي. طبعا احنا شدينا السلسلة بتاعتنا عشان تاخد وضعها، تمام. شدة كده بسيطة، متريحي الغرز بتاعتك عشان تعرفي المقاس الحقيقي للسلسلة. فانت بتظبطي كده السلسلة بتاعتك وما تشديش وانت بتقيسي، تمام. طيب هي طلعت معايا 21.5. طيب احنا دلوقتي هنشتغل سلسلة واحدة، وهنيجي ندخل في اول غرزة وهنشتغل غرزة حشو، تمام بالشكل ده. والغرزة اللي بعديها هسحب وهشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده، واللي بعديها برضو هسحب واشتغل غرزة حشو. طبعا انا عندي الغرز ضيقة جدا زي ما انتم شايفين كده، عشان انا محتاجة الشنطة تكون متماسكة، تمام. لو انت مش قادرة زي ما قلت في اول فيديو مش قادرة تستخدمي ابرة رقم 3.5 لانها فعلا متماسكة جدا، يعني الغرزة تبقى ضيقة جدا، تقدري تستخدمي ابرة رقم 4 أو 4.5. اكتر من كده الشنطة هتكون طرية جدا، فتحتاجي انت تدعميها ببوري، تمام. انا كده بشتغل عادي خالص فوق السلاسل بتاعتي غرز من الحشو زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا كده هكمل لحد نهاية السلسلة بتاعتي وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده كملت السطر بتاعي واشتغلت فوق السلاسل كلها غرز من الحشو. الخطوة اللي بعد كده بقى هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل في اول غرزة حشو غرزة حشو بالشكل ده، واللي بعديها برضو غرزة حشو بالشكل ده. هفضل شغاله كده بغرز من الحشو لحد ما ارتفع بالقطعه بتاعتي، وارجع لكم تاني هقول لكم احنا ارتفعنا كام دور. ورجعت لكم تاني، انا كده كملت القطعه بتاعتي وبقت شكل المربع زي ما انتم شايفين كده، واشتغلت 28 سطر. طيب الخطوه اللي بعد كده هنشتغل تناقص، بس قبل ما نشتغل حابه اوريكم شكل القطعه بتاعتي قد ايه متماسكه. شايفين يعني مش هتحتاج اي دعم. طيب هنيجي نشتغل بقى التناقص، هنيجي هنا كده هنرتفع بسلسلة واحدة وهنلف الشغل بتاعنا. فهاجي اشتغل التناقص بتاعي، هدخل هنا كده في اول غرزة حشو واسحب الخيط، تمام بالشكل ده. واجي ادخل في الغرزة اللي بعديها واسحب الخيط بالشكل ده. هيكون معايا 3 حلقات على ابرة زي ما انتم شايفين كده. بسحب الخيط، بلف الخيط على الابره بالشكل ده واسحب الخيط واطلع من 3 حلقات مره واحده
تمام بالشكل ده. بعد كده بكمل السطر بتاعي عادي خالص غرز من الحشو بالشكل ده كده. هكمل انا كده لحد ما اوصل ليه قبل النهاية بغرزتين وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده وصلت ليه نهاية السطر بتاعي وقبليها بغرزتين عشان اشتغلهم برضو تناقص، يعني انا بتناقص في اول السطر وبتناقص في اخر السطر. بنفس الطريقة بدخل كده بغرزة الحشو واسحب الخيط تمام، وبدخل الغرزة اللي بعديها واسحب الخيط واخرج من ثلاث حلقات مرة واحدة تمام بالشكل ده. وبعد كده طبعا انا ايدي ضيقه باخد سلسله واحده ارتفاع تمام، وبلف الشغل بتاعي وبكرر نفس الطريقه. باخد في اول السطر هنا كده تناقص، بسحب الخيط بالشكل ده واجي في الغرزه اللي بعديها برضو اسحب الخيط تمام. هيكون معايا ثلاث حلقات على الابره، بسحب الخيط بتاعي واخرج من ثلاث حلقات مره واحده تمام بالشكل ده كده. واجي اكمل السطر بتاعي عادي خالص واشتغل غرزه حشو تمام. كل ده ليه؟ عشان يديني شكل زي الهرم كده او زي المثلث تمام. زي ما انتم شايفين كده الغرز ضيقه جدا. طيب انا كده هكمل السطر بتاعي عادي خالص غرز من الحشو لحد ما اوصل قبل النهايه بغرزتين تمام. فانا هكمل وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده وصلت لاخر غرزتين زي ما انتم شايفين كده. هبدا برضو اتناقص فيهم، فهسحب الخيط كده بالشكل ده وهدخل برضو في الغرزه اللي بعديها وهسحب الخيط بتاعي. هيكون معايا ثلاث حلقات على الابره، بسحب الخيط واخرج من الثلاث حلقات مره واحده تمام بالشكل ده كده. وهرتفع سلسله واحده بالشكل ده كده وهلف الشغل بتاعي وهكرر نفس الشغل. بشتغل في اول السطر التناقص وبعد كده بشتغل عادي غرز من الحشو وبشتغل في الاخر برضو تناقص تمام في اخر غرزتين. هنشتغل كده برضو مع بعض، بسحب الخيط بالشكل ده وبدخل برضو في الغرزه اللي بعديها كده. انا بتناقص باخد غرزتين في غرزه واحده وبسحب من ثلاث حلقات كده مره واحده بالشكل ده، وبكمل غرز من الحشو عادي خالص لحد ما اوصل لنهايه السطر وهتناقص في اخر غرزتين برضو تمام كده. هشتغل كده بنفس الطريقه كام دور. انا عندي المجموع كله 11 دور، اشتغلنا مع بعض دورين يبقى فاضل 9، هنشتغل الباقي 9 ادوار. يعني انا هشتغل 9 ادوار بنفس الطريقه دي تناقص لحد ما تلم معانا وتعمل زي شكل الهرم كده شويه تمام. فانا هكمل وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. رجعت لكم تاني، انا كده كملت 9 ادوار بتوعي، اشتغلت معاكم دورين يبقى المجموع 11 دور تمام. اصبح عندي السلاسل اللي عندي هنا كده من فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام. اصبح معايا 10 سلاسل من فوق كده تمام كده. وزي ما انتم شايفين الشكل بقى عامل زي الهرم شايفين. طيب الخطوة اللي بعد كده، انا هنا ارتفعت سلسلة واحدة، هقص الخيط بتاعي وهلسعه وبعد كده هنداري ما بين الشغل وهنيجي نبدأ من تحت. فهنبدأ من هنا، هنجيب الخيط كده لورا وهنسحب وهنرتفع بسلسلة واحدة وفي نفس المكان هنشتغل غرزة حشو. وبشتغل برضو في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو وباخد الخيط معايا من ورا وداري وانا شغالة. طيب انا هشتغل غرز من الحشو عادي خالص لحد ما اوصل لاخر السطر بتاعي هنا. فانا هكمل وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده كملت السطر بتاعي واشتغلت غرز من الحشو زي ما انتم شايفين كده. في ملحوظه عايزه اقولها، اول السطر ما بيبقاش باين قوي، الغرزه بتاعتها ما بتبقاش باينه قوي لانك بتشتغلي في الطرف التاني من السلسله تمام. وعندك برضو اخر سلسله برضو ما تبقاش باينه قوي زي ما انتم شايفين كده، اهي مش باينه.
طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ انت بادئه بكام سلسله؟ بادئين مع بعض ب 32 سلسله، فانت بتبداي تعدي 32 سلسله. تمام، طبعا انا عديت لقيت في ناقص غرزه، هي دي سلسله، فانا بدخل كده جوه وبكمل العدد بتاعي 32 سلسله. تمام، مهم جدا ان عدد السلاسل وعدد الاسطر يكونوا متساويين وقد بعض، عشان لما تيجي تشتغلي القطعه الثانيه تلاقيهم قد بعض معاكي وما تلاقيش غرزة ناقصة. تمام بالشكل ده. بعد كده هلف الشنطة بتاعتي داير ما يدور. تمام، طيب انا هنا عندي الاسطر بتاعتي بكم؟ هنا في اول السطر في سلسلة ارتفاع، تمام، مفيش غرز باينة زي ما انتوا شايفين كده، دي كلها كده دي غرز الارتفاع. تمام، فانا بدخل في اول فراغ يقابلني، فانا مش هشتغل هنا، لو اشتغلت هنا يبقى انا بعمل غرزتين في نفس المكان. تمام، فانا هتنقل على طول للسطر اللي بعده. تمام، شايفين السطر اهو، بدخل في الفراغ ده و بشتغل غرزة حشو. تمام، في كل فراغ قبلك هتشتغلي غرز من الحشو، يعني كل سطر من هنا هتشتغلي هنا كده قصاده في اخر السطر بتاعي غرز من الحشو. تمام اهو، والسطر ده اهو اوله كده اهو في فراغ، فبشتغل غرز من الحشو. تمام بالشكل ده، وعندي برضو الفراغ اهو شايفين، انا اشتغلت هنا الفراغ اللي بعده، بندخل كده في الفراغ اللي بعده، هتلاحظ ان في فراغ واسع شوية وفراغ ضيق شوية. تمام، هتلاحظ ده في الشغل وانت شغالة. طيب هفضل شغاله كده داير ما يدور لحد ما اوصل لاول غرزه حشو انا اشتغلتها. طيب لو انت حاسه ان الغرزه اول غرزه ممكن تتوه منك، هي اول غرزه عندنا هنا كده من الجنب باينه اهي، بس لو انت حاسه ان هي هتوه منك مش هتعرفيها، ممكن تحطي علامه في اول غرزه حشو انت اشتغلتيها عشان هنقفل فيها. تمام كده، فانا هكمل لحد ما اوصل لاول غرزه حشو وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. طيب انا كده وصلت لنهايه الدور بتاعي، هنا كان في سلسله وبعد كده في نفس المكان اشتغلنا غرزه حشو. تمام، انا هنا لو اشتغلت غرزه حشو يبقى انا كده بعمل غرزتين في نفس الغرزه، بعمل تزايد. تمام، فانا هنا مش هشتغل غرزه حشو وهاجي هقفل السطر بتاعي هنا في اول غرزه حشو انا اشتغلتها، هدخل هنا كده في اول غرزه حشو انا اشتغلتها وهسحب الخيط بتاعي كويس وضيق ايديا وهشتغل منزلق وبشد كويس على قد ما اقدر. تمام، عشان ما يكونش فيه اي فراغ، الغرز تكون مظبوطة. تمام، وهرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو وهكمل دورين كمان بنفس الطريقة وبشتغل غرزة حشو زي ما شايفين كده. تمام، وبشتغل برضو في الغرزة اللي بعديها غرز من الحشو بالشكل ده كده. تمام، هكمل بنفس الطريقة كده داير ما يدور غرز من الحشو دورين كمان، فانا هكمل وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده كملت الدورين واشتغلت معاكم دور، يبقى احنا كده اشتغلنا داير ما يدور حوالين القطعة 3 ادوار. تمام كده، طيب انا هنا هقفل معاكم السطر زي ما انتم شايفين، دي مش غرزة حشو، ودي غرزة منزلقة، ودي السلسلة اللي انا ارتفعت بيها، ودي اول غرزة حشو انا اشتغلتها. تمام كده، طيب انا المفروض ادخل هنا كده في اول غرزة حشو واسحب منزلقة. تمام، ما ادخلش هنا ولا ادخل هنا. تمام كده، عشان ما تعمليش تزايد في الدوران والشنطة تبوظ منك. تمام، طيب انا هدخل هنا في اول غرزة حشو انا اشتغلتها واسحب منزلقة. تمام، وضيق ايدي كويس جدا. تمام، اسحب كده وشد. تمام، وهرتفع سلسلة واحدة وبعد كده هفكها تاني بنفس الطريقة اللي عملتها قبل كده. تمام، تمام، لو انت حابه تسيبيه كده مفيش مشكله، بس انا هفكه عشان ما يعملش زي غرزه زياده كده ولا حاجه، افضل. ولو ما عرفتيش برده تفكيه مفيش مشكله، ماشي، انا بفكها كده بس بخلي بالي الغرزه ايه ما تفكش. تمام،
بعد كده برفعها كده بالشكل ده، شايفين؟ بعد كده بشد، شد كويس جدا اهي، شايفين؟ بحيث ان هي تكون متساوية في نفس السطر او في نفس الدوران. تمام، هاجي هنا كده هسحبها من الغرزة اللي بعديها لورا، وهربط ربطة لورا تمام، حاجة بس بشد كويس اهي، شايفين هي كده في نفس السطر بتاعها. واجي هنا كده من ورا، انا بس مش عايزة اتنيها. تمام، بإبرة التنظيف بقى او بنفس الإبرة لو قدرتي تدخلي كده ما بين الغرز وتربطي ربطة. تمام، انا هاجي هنا كده شايفين، هسحبها لتحت وهربط ربطة زي سلسلة كده، بس بتبقى ربطة. طب احاول اهي، شايفين؟ وبعد كده بسحب كده واشد كويس بحيث ان هي تربط معايا، وبعد كده بداري بقية الخيط ده ما بين الغرز. تمام، انا بقى هظبط الخيوط دي وهدريها ما بين الغرز وهلزعها وهنضف الشغل بتاعي وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. عشان اشتغل بقى البادج اللي في النص، طبعا انا النبيتي خلص فهستخدم اللون ده، فهنبدا كده ب 11 سلسله، 11. تمام كده، انا كده اشتغلت 11 سلسله، هرتفع سلسله واحده وهبدا اشتغل في السلاسل بتاعتي غرز من الحشو. تمام، هدخل كده في السلسله في الحلقه بتاعتها واشتغل غرز من الحشو. تمام كده، انا اشتغلت كده في السلسله كلها غرز من الحشو، هرتفع سلسله واحده وهلف الشغل بتاعي وهبدا اشتغل في اول غرزه حشو وغرزه حشو اللي بعديها برضو غرزه حشو بالشكل ده لحد ما اوصل لنهايه السطر بتاعي. انا كده انتهيت من السطر بتاعي، هبدا ارتفع سلسله واحده وهكمل فوق الدورين دول 5 ادوار، يبقى المجموع كله 7 ادوار. تمام، هكمل وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده خلصت القطعه بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده بقى، احنا دلوقتي هنشتغل الجيب، فهشتغل 19 سلسله. تمام، انا كده اشتغلت 19 سلسله، الخطوه اللي بعد كده هرتفع سلسله واحده وهبدا اشتغل في السلاسل كلها غرز من الحشو. هفضل شغاله كده غرز من الحشو لحد ما اوصل لنهايه السلسله. ورجعت لكم تاني، انا كده انتهيت من السلسله بتاعتي واشتغلتها غرز من الحشو. الخطوه اللي بعد كده هرتفع سلسله واحده وهلف الشغل بتاعي وهبدا اشتغل في اول غرزه حشو غرزه حشو، وارتفع بالادوار رايح جاي رايح جاي لحد ما اوصل ل 9 ادوار. انا اشتغلت معاكم دور فهكمل الـ8 وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. انا كده كملت 9 ادوار. الخطوه اللي بعد كده هرتفع سلسله واحده، تمام، وهلف الشغل بتاعي وهشتغل غرزة حشو واحدة بس. تمام، بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع 18 سلسلة كده، 1 2. تمام، انا كده اشتغلت 18 سلسلة. الخطوة اللي بعد كده هاجي هنا في اخر غرزة حشو عندي وهشتغل غرزة حشو. تمام، بظبط نفسي كده واظبط السلسلة بتاعتي. تمام، بحيث انها تكون في اتجاه 1، شايفين كده، واشتغل غرزة حشو. تمام، بالشكل ده كده، يبقى انا عملت فتحة للسوستة بتاعتي. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل في السلاسل بتاعتي اللي انا كونتها دي غرز من الحشو. طبعا احنا شغالين هنا 18 سلسلة، فلازم اشتغل 18 غرزة حشو. تمام، فوق كل سلسلة هشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده، هكمل انا كده لنهاية السلسلة بتاعتي وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. طيب، في حاجة كده عايزة اوضحها، احنا هنا بنيجي نشتغل في السلسلة بتاعتنا بناخد الطرف كده ونشتغل غرزة حشو. تمام، بالشكل ده بس، هتلاقي في كده في فراغ ما بين السلسله والخط اللي في النص ده، فاحنا عشان نتفادى الموضوع ده وتكون غرزه الحشو معانا متماسكه، هناخد الحلقتين دول، شايفين؟ بندخل كده جوه الحلقتين دول ونسحب
ونشتغل غرزة حشو. انا دايما بشتغل بالطريقة دي بحيث ان يكون الغرزة اللي فوق السلسلة تكون قوية شوية، تمام، بتعملش فراغ اكتر، بتعملش فراغ كبير، تمام، فبتكون بالشكل ده، بتكون بس يدوبك حلقة واحدة بس كده من تحت، تمام، او طرف من السلسلة واحدة كده من تحت، تمام. مرة كمان باخد كده، شايفين دي السلسلة كده، باخد كده حلقتين كده همت واسحب واشتغل غرزة حشو، تمام، بالشكل ده، وبنخلي حلقة واحدة من تحت، تمام. تمام، هكمل انا كده لنهاية السطر بتاعي او نهاية السلسلة بتاعتي وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده وصلت لنهاية السلسلة بتاعتي. في حاجة حابة اقولها لكم، ما تيجوا تشتغلوا السلسلة من النص، حاولوا تكون المسافة ما بين السلسلة والشغل بتاعكم من تحت يكون متقارب او قد بعض، تمام، الشكل ده، يعني ما تشتغلش سلسلة ضيقة قوي وانت عندك المسافة هنا واسعة، تمام، ولا تشتغلي واسعة قوي وانت عندك المسافة هنا ضيقة، تمام، بحيث ان هما بصوا يكونوا قد بعض كده، تمام، بتحاولي تناسبي السلسله مع الشغل اللي تحت، تمام كده. الخطوه اللي بعد كده، انا عندي هنا غرزه حشو، تمام، بعد ما خلصت السلسله في هنا غرزه حشو، بدخل كده واسحب واشتغل غرزه حشو بالشكل ده، وبعد كده برتفع سلسله واحده وهشتغل فوق الدور ده دورين كمان وارجع لكم تاني هشوف هنعمل. رجعت لكم تاني، انا كده كملت الدورين، تمام، بالشكل ده، اصبح معايا فوق السلسله 3 ادوار، تمام، بالشكل ده كده. طيب الخطوة اللي بعد كده، هاجي هنا هشتغل داير ما يدور كده القطعة كلها بغرز من الحشو بحيث انها تديني جانب عشان اثبته للشنطة، بتدي وسع برضو للجيب، تمام كده. طيب احنا دلوقتي هنشتغل غرز من حشو داير ما يدور. هنا عندي اخر غرزة حشو انا اشتغلتها، فانا مش هشتغل في نفس المكان برضو غرزة حشو، هتنقل للفراغ اللي بعده واشتغل غرزة حشو، كل فراغ عندي من الجنب بمثابة دور، تمام، هتنقل الفراغ اللي بعده، فانا بشتغل غرز من الحشو بالشكل ده كده اهو، كل فراغ يقابلني بشتغل غرزة حشو بالشكل ده. هكمل كده بنفس الطريقة داير ما يدور عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وهاجي اوصل هنا في اول غرزة حشو من الجنب هنا. لو انت ممكن تتلخبطي، تمام، ممكن تحطي لها علامة، تمام كده. هكمل انا كده لحد ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. رجعت لكم تاني، انا كده وصلت لنهاية الدوران بتاعي، تمام، واشتغلت غرز من الحشو داير ما يدور. طبعا دي اول غرزة حشو من الجنب، تمام، بدخل فيها كده وهسحب منزلق، تمام، وبعد كده هرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان بشتغل غرزة حشو، اكمل دور كمان بغرز من الحشو داير ما يدور، تمام كده. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل هنا لأول غرزة حشو وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده وصلت لنهاية الدور بتاعي، تمام. بعد كده هاجي هنا الاول اخلص غرزة الحشو بتاعتي، تمام، شايفين دي غرزة المنزلقة مش غرزة حشو، تمام، ودي سلسلة ارتفاع، ودي اول غرزة حشو انا اشتغلتها في السطر اللي من جنب، تمام، فانا بدخل فيها كده واسحب واشتغل منزلقة واشد كويس، تمام، وبرتفع سلسلة واحدة عشان اقص الشغل بتاعي. هنركب السوستة بتاعتنا، بس قبل ما نركب السوستة هنركب البطانة، ولو حابة تركبي السوستة الاول بعد كده فوقيها البطانة مفيش مشكلة. الخيط بالشكل ده، وبعد كده هنفك الغرزة زي ما اتعودنا، هنفكها كده ونطلع دي كده، تمام، وبنشد زي ما شايفين كده، وبعد كده هناخد الخيط لورا بالشكل ده ونربطه ربطة كويسة كده من هنا، وبعد كده بنداري الخيط ما بين الغرز، تمام، بالشكل ده كده. طبعا ان القطعة بتاعتي اللي هتبقى على الشنطة زي ما قلت لكم هتبقى باللون النبيتي، تمام. وهنيجي ننزل نثبت الاول الخيط، هنا كده نثبت بالشكل، وبتبدأي تخيطي خياطة عادية خالص كده من تحت، تمام، شايفين بالشكل ده كده،
تمام. وبعد كده بتيجي هنا كده بتخرجي، شايفين شايفين المسافة قد ايه، حاجة بسيطة خالص مش باينة خالص، تمام. فانا برجع تاني بدخل جوه البطانة، تمام. خياطة سحرية مش باينة خالص الخياطة بتاعتك، شايفين. بدل ما نخيط من فوق الخياطة تبان معانا، فانا عندي الخيط اهو، باجي بدخل تاني بس جنبها بحاجة بسيطة، شايفين اهي جنبها بحاجة بسيطة. وبعد كده بوسع الابرة بتاعتي وانزل تحت الغرز او جوه كده السلسلة بتاعتي، شايفين، من هنا كده بحيث ان هي تكون متماسكة، تمام. وبشد كده، شايفين اهي صغيرة خالص ومش باين، تمام. طيب القطع دي هي اللي هنركبها هنا في النص، هرفع بس الكاميرا عشان تقدروا تشوفوا اكتر، تمام. كده الصورة بقت اوضح بالنسبة للشنطة، زي ما انتوا شايفين دي هتكون هنا كده بالظبط، تمام. ودي البطانة اللي احنا ركبناها، تمام، بالشكل ده، وهي هتكون كده بتظبطي الشكل بتاعك، تمام. وهنبدأ نثبته، تمام. قبل ما نثبته هنركب بس السوستة، هنحطها هنا كده، تمام، بالشكل ده. هجيب الجرار وهنثبتها مع بعض. انا كده قربت الكاميرا عشان تقدروا تشوفوا، وطبعا انا ثبتها هنا كده بحيث ان الجرار ما يخرجش، تمام. هنيجي الاول هنظبط الجرار، فهنفتح السوسته كده على الاخر، تمام، قبلها كده بشويه، وهنيجي نظبط الجرار الاول او بدايه السوسته، تمام. هنخيط هنا ونثبت السوسته كويس جدا، فهنجيب الابره والخيط، تمام. وثبتنا السوسته من البدايه، تمام. وهي السوسته مفتوحه كده، هنبدا نخيط بالاتجاه ده، تمام كده، اتجاه واحد بالشكل ده كده. نمسك السوسته كويس زي ما انتم شايفين كده، بمسكها بايديا، تمام، وانزل هنا كده وابدا اثبت برضو بنفس الطريقه رايح جاي، تمام. وخيط كويس جدا بحيث ان السوسته تكون متماسكة معايا وما تفكش، تمام. طبعا انت مفروض تخيطي بخيط لون قريب من الشنطة، تمام، بس انا اللون النبيتي ده مش متوفر عندي فاستخدمت اللون ده، تمام. وانا كده بضيق الغرز خالص بحيث ان هي ما تبانش زي ما انتوا شايفين كده. هكمل انا كده بنفس الطريقه بطول السلسله لحد ما اوصل لاخر السلسله عندي، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده ثبت الطرف الاولاني من السوسته، تمام، بالشكل ده، وشايفين الخياطه مش باينه خالص، تمام. طيب بنفس الطريقه برضو هثبت الطرف التاني من السوسته، تمام، بس مش همشي الاتجاه ده. انا بعد ما خلصت الاتجاه ده ثبتت الخيط وقصيته، تمام، ونضمت من جديد، وهبدا برضو من البدايه هنا كده، تمام، وهبدا اثبت السوسته بنفس الطريقه اللي انا شرحتها معاكم، تمام. وبعد كده باجي اظبط الاتنين كده قصاد بعض، تمام، بالشكل ده. بعد ما اخلص السطر ده كله، تمام، واثبت السوسته كويس جدا، باجي هنا اثبت بقى الاتنين دول كده قصاد بعض كويس، ولو في باقي زي كده هقصه وبرده هثبته بالخيط زي ما ثبت الطرف الاولاني، تمام كده. طيب انا هثبت الجزء الثاني من السوسته وهثبتها بنفس الطريقه اللي انا شرحتها دلوقتي. طيب هكمل انا وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده ثبت السوسته بتاعتي كويس جدا، شايفين كده اهي، تمام. وزي ما انتم شايفين الخياطه مش باينه خالص اهي، وانا كمان مقربه الكاميرا قوي، تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده هنيجي نثبت الجيب بتاعنا على وش الشنطه بالشكل ده. طيب احنا دلوقتي هنوصل البادج كده في النص، ممكن عشان تكوني متاكده اكتر ان هو في النص ممكن تقيسي الجزء ده والجزء الناحيه الثانيه بحيث ان هما يكونوا قد بعض، تمام، تكوني متاكده ان هي في النص، تمام كده. طيب هي دلوقتي هي في النص كده،
تمام. ممكن تعد الغرز او تشوفيها بالمزورة، وهنثبتها هنا كده. تمام اهي. وبعد كده بننزل هنا، يعني ممكن تاخدي الحلقة الخلفية دي كده تمام وتثبتي من بره. تمام انا بثبت من جوه. طيب انا كده هثبت بنفس الطريقة لحد ما اوصل ل هنا في البداية هنا خالص. تمام. وهداري الخيط من ورا وهقصه. تمام. طريقة التثبيت دي سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة. تمام. هرجع لكم تاني عشان هنشوف هنثبت القطعة دي ازاي. ورجعت لكم تاني، انا كده ثبت القطعة بتاعتي. تمام. قطعة صغيرة او البادج زي ما انتم شايفين كده. تمام. وخيطتها من جوه زي ما وريتكم. تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده هنيجي نثبت الجزء ده او الجيب. تمام. نظبطه كده بالشكل ده شايفين. وبنفس الطريقة بالظبط اللي احنا ثبتنا بيها هنا هنثبت برضو الجيب. تمام. بنوسطن الجيب كده في النص. تمام. ونقيس كده بالمزورة الجزء ده هيكون قد الجزء الناحية التانية كده. تمام. او تعدي الغرز لو انت مش عندك مزورة. هنيجي ندخل كده من تحت. تمام. بس هنيجي هنا كده في غرز الحشو، هنا ثبتنا من جوه، هنا هنثبت برضو بنفس الطريقة بس لبره شوية. تمام. بالشكل ده كده هاخد الغرزة دي كده وانزل بالشكل ده. تمام. بنفس الطريقة هفضل شغالة كده بنفس الطريقة داير كده بطول القطعة بتاعتي. تمام. لحد ما ثبتها كويس، وهداري الخيط من ورا وهقصه وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. لو رجعت لكم تاني حبيت بس ارجع اقول لكم لما نيجي نثبت الجزء من فوق، طبعا انا عايزه الجيب ده يكون طالع كده مجسم يعني. تمام. بالشكل ده. طيب عشان اعمل الشكل ده ويكون مجسم، تمام، مش هفرد انا الشغل ده كده، يعني مش هفرد القطعه بتاعتي وهبدا اخيطها كده. تمام. لا، هنزلها لتحت كده شويه. تمام. واشوف السطر بتاعي. تمام. وبعد كده همشي بنفس الطريقه. تمام. الشكل كده واظبطه كده واشوف السطر بتاعي انا ماشيه فين. تمام. وباخد انا الحلقه، انا هنا واقفه هنا، يبقى اخد الحلقه اللي بعديها. تمام. وانزل في نفس السطر بتاعي واشد كويس جدا عشان الجيب يكون متماسك معايا. انا بس كده اوريكم حاجه، بعد كده بنظبطه كده. تمام. بالشكل ده كده شايفين بيكون مجسم بالشكل ده. تمام. اهو شايفين. انا حبيت بس ارجع اقول لكم كده عشان تعرفوا تثبتوا الجيب بشكل مجسم كده. تمام. هكمل انا كده وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. ورجعت لكم تاني، انا كده ثبتت الجيب بتاعي زي ما انتم شايفين كده. تمام. شكل مجسم شايفين من الجنب. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى نعمل اليد اللي هي دي كده. فاشتغلت من تحت كده اللي هي القطعه اللي احنا هنثبتها من تحت بنفس لون الشنطه. تمام. طيب هنشتغلها دي ازاي؟ فهجيب الخيط وهشتغل ست سلاسل. كده اشتغلت ست سلاسل. الخطوه اللي بعد كده هاجي هنا اول سلسله انا اشتغلتها هدخل كده فيها وهشتغل غرزه حشو. تمام. ودي اول غرزه حشو معايا عشان هشتغل حلزوني لازم نعلمها. هنحط كده العلامه وهنشتغل في الغرزه اللي بعديها.
تمام اهي غرز الحشو تمام بالشكل ده، والغرزة اللي بعديها غرزة حشو تمام، بلف الدور كله غرز من الحشو بالشكل ده كده. انا كده وصلت للعلامة بتاعتي، هبدأ اشيل العلامة وادخل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها واسحب واشتغل غرزة حشو وببدأ دور جديد، برجع العلامة تاني مكانها تمام. مهم جدا العلامة عشان اعرف الدور نهايته من بدايته تمام كده، وبشتغل عادي غرز من الحشو. انا كده وصلت للعلامة، هبدأ اشيلها وهشتغل مكان العلامة غرزة حشو وابدأ دور جديد تمام، ركع العلامة تاني مكانها. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لمقاس اليد اللي انا عايزاه. انا هعدلكوا هنا اشتغلت كام دور، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تمام كده. انا هنا كده اشتغلت 17 دور، فبالتالي هشتغل هنا برضو 17 دور. طيب نفترض ان احنا اشتغلنا 17 دور، طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل الشكل ده عشان نثبته على الشنطة، هنعمله ازاي؟ طبعا احنا هنا هنمسك دي كده، احنا هنجيب الخيط كده والست غرز اللي هنا، هدخل كده في اول غرزة عندي واسحب تمام، وهرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو وهضم الستة، هيكونوا ثلاث غرز بس تمام كده. ادي الغرزة الاولى وبدخل في الغرزة التانية وما يقابلها برضو في الغرزة التانية تمام، بس عشان الابرة ضيقة والغرز ضيقة كده. اتنين واخر غرزة معي رقم تلاتة تمام. يبقى احنا كده ضمينا الست غرز وعملناهم تلات غرز بس تمام كده بالشكل ده. وبعد كده برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل بتاعي وابدأ اشتغل في اول غرزة حشو غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو تمام، واللي بعديها برضو غرزة حشو بالشكل ده. وبعد كده بلف الشغل بتاعي، الاول برتفع سلسلة واحدة وبعد كده هلف الشغل بتاعي وابدأ اشتغل التلات غرز حشو بتوعي فوق كل غرزة حشو غرزة حشو بالشكل ده لحد ما توصل معايا للمقاس اللي انا عايزاه اللي انا هثبته على الشنطة. طيب انا هنا اشتغلت كام دور؟ هقول لكم دلوقتي اشتغلت 1 2 3 4 5 تمام، ارتفعت الطول ده كده معايا 5 ادوار غرزة الحشو تمام كده. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل اليد بالشكل ده. طيب احنا دلوقتي هنثبت دي الاول على الشنطة، فهنجيب الشنطة اللي هي الظهر بقى مش الوش تمام كده عشان تقدروا تشوفوا، هنجيب دي كده. طبعا انا هداري القيود تمام، وهنثبتها بالشكل ده شايفين اهو كده. طيب احنا دلوقتي هنثبتها ازاي؟ طبعا انا هداري الخيوط وهظبطها، بس هوريكم الاول احنا هنثبت ده ازاي تمام كده. هنبدا نجيب دي اليد بتاعتنا شايفين، شايفين بدايه الدوران ده، انا هحطها هنا كده في اولها تمام، وهبدا اخيط بالشكل ده كده تمام، او كده على حسب اتجاه الكنش. هبدا اخيط من هنا، بدخل كده من تحت طيب انا دلوقتي طلعت من هنا، همشي كده انزل لتحت انا بثبتها بنفس الطريقه اللي انا شرحتها معاكم، مفيش اي اختلاف تمام، بس انا حابه اوريكم كل حاجه بحيث ان مفيش حاجه تبقى صعبه عليكم تقدروا تنفذوها ان شاء الله. هفضل شغاله كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل للنهايه هنا كده بالظبط. طيب انا بقى هكمل التثبيت ده وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده.
رجعت لكم تاني. انا كده ثبت اليد زي ما انتم شايفين كده. طيب انا بقى عشان عايزه اعملها متينه اكتر، تمام، مشيت كده زي ما قلت لكم ورحت مزوده هنا كمان برضو، ثبتها بالخيط بنفس الطريقه، تمام. هنا لسه انا ما ثبتتهاش بس هثبتها بنفس الطريقه بحيث ان هي تكون زي كده، تمام. طيب انا هنا كده خلاص ثبتها وبشد كويس، تمام. وبعد كده زي ما تعودنا بننزل ناخد اي حلقة قدامنا بس تكون قريبة، تمام، نربط ربطة زي كده، تمام. وبعد كده بنداري باقي الخيط تمام بالشكل ده، وبنقص وبنلسع وبنضغط عليه كده، تمام. هوريكم دلوقتي كده كده، نروح ضاغطين عليها كده، تمام. طبعا هركب بطانة فكل ده مش هيبان، تمام. وده طبعا هداريه ما بين الشغل، تمام، بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده بقى هنحط القطعتين كده فوق بعض، تمام، ونظبطهم كده، تمام. شايفين بنظبطهم كده من قدام كويس جدا، الهرم ده قصاد الهرم ده، تمام، بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طيب احنا عندنا هنا في النص كده، شايفين الهرم ده عندنا 10 غرز، شايفين. انا هعد من الاول هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. دول العشرة بتوعنا اهمت هنا اهو، دي الغرزة بتاعتنا، تمام. هنعد من هنا بقى 10، تمام كده، 1. يبقى احنا كده حددنا العشرة بتوعنا. هنيجي نشوف كده عاوزين السوسته لحد فين، تمام، في السطر ده كده مثلا، وهنيجي نعلم، تمام. يبقى احنا كده حددنا السوسته بتاعتنا، تمام. هنلف بقى كده الناحيه التانية ونحدد برضو في نفس الاتجاه، ونعد الغرز بتاعتنا ونتأكد ان احنا ماشيين صح. طبعا احنا كده حددنا بالويم، تمام. هنيجي بقى نتأكد المقاس بتاعنا مظبوط ولا لأ، تمام. يبقى احنا كده حددنا العشرة بتوعنا اللي من قدام، وحددنا نهاية السوستة، البداية بتاعتها ونهايتها. هنيجي بقى نعد الغرز، تمام، ونتأكد ان المسافة هنا قد المسافة اللي هنا، تمام كده. كده 1 2، يبقى من هنا لحد هنا بالعلامة 15 غرزة. هنيجي نعد الجهة التانية، 1 هنا 15 غرزة وهنا 14 غرزة. احنا هنا هنبعد شوية كده سلسلة، يبقى هنا كام؟ يبقى هنا 15 غرزة وهنا 15 غرزة، يبقى هنا 15 غرزة وهنا 15 غرزة، وفي النص في 10 غرز، تمام كده. احنا كده ظبطنا عدد الغرز في القطعة الاولى زي القطعة التانية بالظبط، تمام كده. هنبدأ نثبت الشنطة، تمام، من اول العلامة دي لحد العلامة من الجهة التانية، تمام كده. وهنسيب الجهة اللي فوق دي كده مفتوحة عشان دي مكان السوستة، تمام. اتمنى الفكرة تكون واضحة. احنا دلوقتي بالنسبة للتثبيت ممكن نثبتها بابرة الخيط او بالابرة العادية، تمام. لو بالابرة العادية هتستخدمي الغرز منزلقة. هنجيب الابرة بتاعتنا وهنجيب الخيط وهنبدأ نشبك بغرز منزلقة. هنخلي الخيط ده كده من ورا، هنشيل العلامة دي كده خلاص، تمام. هندخل كده جوه الحلقة، ودي الربطة اللي احنا ربطناها، تمام. هنسحبها كده من الحلقة الاولانية، بعد كده هندخل في الحلقة اللي قصادها، وهنسحب بالشكل ده كده منزلقة، تمام. ندخل هنا كده، شايفين، في الحلقة دي. بعد كده هنيجي ندخل في الحلقة اللي قصادها،
بالشكل ده كده، وهنسحب ونخرج من الحلقتين، وبعد كده هنخرج من الحلقة الأساسية. تمام، أنا كده بشتغل غرز منزلقة. تمام، ممكن برضو لو مش عايزة تشتغل غرز منزلقة ممكن برضو تثبتي القطعتين نفس الطريقة اللي احنا ثبتنا بيها الجيب وثبتنا بيها البلش، بنفس الطريقة مفيش أي اختلاف، رايح جاي، خياطة عادية هتثبت معاكي، بس أهم حاجة تشدي ايديكي عشان الخيط ميبانش. تمام، بالشكل ده كده هناخد الحلقة دي مع الحلقة دي كده بالشكل ده، وهنسحب. تمام، بالشكل ده. طبعا احنا هنا عدد الغرز بتاعتنا مظبوطة. تمام، والجزء ده يساوي الجزء الناحية التانية، والقطعة كلها زي القطعة الاولانية، فانت كده ماشية غرزة قصاد غرزة. تمام، غرزة اهي قصاد غرزة التانية، وبتسحبي. تمام، منزلق بالشكل ده. تمام، ندخل كده نسحب نشتغل منزلق. تمام، انا هشتغل كده بنفس الطريقة لحد ما الف الشنطة بتاعتي واوصل للعلامة بتاعتي. تمام كده، فانا هكمل وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. ورجعت لكم تاني، انا كده وصلت للعلامة من الجهة التانية زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ نشيلها خلاص كده مش محتاجينها تاني. تمام، وكمان اخر الخيط معايا، هنيجي ندخل هنا كده. تمام، ونسحب منزلقة بالشكل ده، بعد كده هنرتفع سلسلة واحدة عشان نأمن الشغل، ونشد السلسلة كده بالشكل ده كده. تمام، شايفين، بعد كده هجيبها كده لورا، اسحبها كده لورا. عايزة بس الصورة تكون واضحة، اسحبها كده لورا. تمام، وهداري الخيط بنفس الطريقة اللي انا بداري بيها كل مرة، ان انا بدخل جوه الحلقة واربطها ربطة، وبعد كده بداري شوية منها، وبعد كده بقصها والسحها بالولاعة. تمام كده، يبقى احنا كده زبطنا الشنطة بتاعتنا ومشيت غرزة غرزة، كل غرزة باخد اللي قصادها بالظبط، هريح بقى الايه الشغل بتاعي. تمام، واظبط الشنطة بتاعتي. تمام، عشان لو في ايه حاجة مشدودة ولا حاجة تنثبت معايا. تمام، بالشكل ده كده. تمام، وهنبدأ بقى نركب ايه السوستة، وهنبدأ نثبت الجزء الاخير ده كويس جدا. تمام كده. طيب الخطوة اللي بعد كده نيجي نفتح دي كده على الاخر. تمام، طبعا احنا مأمنين السوستة بتاعتنا، وهنجيب الشنطة نشوف دي كده دلوقتي، هنجيب الشنطة كده نفتح بس شوية كده، شايفين قد ايه مش كتير، نفتح كمان كده. تمام، احنا كده بنظبط الجرار بتاعنا اهو. تمام، وهنبدأ نثبت الجزء ده كويس جدا رايح جاي بالخيط. ورجعت لكم تاني، انا كده ثبتت السوستة، مش قادرة اقول لكم قد ايه هي متينة ومش باينة خالص، خياطة مش باينة خالص. هنيجي هنا بقى نركب دي كده. تمام، تمام بالشكل ده. انا حبيت احط دي كده عشان تدي شكل من الجنب كده، شايفين شكلها جميل جدا. انا هنا ركبت سلسلة. تمام، الناحية التانية برضو هركب، هنا معايا حلقة سهلة الفتح. تمام، لو قدرت تدخليها جوه اكتر يكون افضل، على طول كده اهي بالشكل ده. وادي اليد بتاعتنا اللي احنا عملناها سوا. تمام، شايفين كده. انا خلصت الفيديو، واتمنى يكون الشنطة عجبتكم، والشرح كان سهل وبسيط عليكم. لو في اي سؤال ممكن تسيبولي تحت في الكومنت وانا ارد عليكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.